كل سنة وانتم طيبين. انا اتعمدت ما البسش احمر لان قلت مش عايز انافس حد، كلكم لابسين احمر، فكل سنة وانتم طيبين. والحب احمر واخضر وازرق وكل الالوان، وكلنا بنعيش كل الالوان. اللي بيبقى في حالة حب بيتلون غلبان اسود وابيض وازرق وكل حاجة يعني. فنفسنا ان الناس الحقيقة تحب فكرة الحب، مش بس الشخص الفلاني او الانسانة الفلانية، انما بالعكس الفكرة نفسها حلوة. مش بعزي حد ولا نفسي، احسن يكون حد فاكر ان ده نوع من العزاء للي مش جاي مع حبيبه او حبيبته، لا خالص. بس الحب نفسه، الحب نفسه يستاهل يتحب يعني. وهنسمع ونتأكد بنفسنا دلوقتي والنهاردة وبمجرد ما تتفتح الستارة ان الرومانسية والغناء العاطفي وكل الاعمال ذات المشاعر الصادقة بتعبر دايما عن الحب. ساعات بنقول ده اعمال وطنية ودي اعمال تراثية ودي، وبنقعد نصنف تصنيفات كتير، بس هو في الآخر هو الحب اللي بيجمع كل الفنون وبيخلي كل إنسان يعبر بأقصى ما فيه من طاقات. النموذج اللي أنا عادة أحطه في مخي وأنا بحاول أوصف هو محمد محسن. محمد محسن فنان أحس بمشاعر كل من حوله وبمشاعره هو نفسه، وتفاعل مع التراث والتاريخ والعمق الثقافي المصري بكل أبعاده، ونجح في أنه يأخذ من المعاصرة ما يساعده في التعبير عن نفسه وعن جيله وعن كل من يحيط به. محمد محسن غنى مع الجماهير وغنى في الشارع وغنى على كل المسارح في مصر وخارجها في عدد كبير من مدن العالم وفي احتفالات ذات أهمية كبرى. غنى في أعمال تلفزيونية وعلى مسارح عظيمة من المسرح القومي، وتجاربه معروفة وكلنا بنشهد له بنجاح كبير وامتداد لشخصية رائعة زي الشيخ سيد درويش. وهنحيي لازم سيد درويش، وهنحيي كمان الموسيقار عبد الوهاب. هو نجح في تقديم أعمالهما وأعمال أخرى وأعماله هو، وعنده ألبوم جديد عايزين كلنا نتمنى له النجاح فيه خلال أسابيع قليلة. النهاردة احنا هنا علشان نستمتع بالحب وبفكرة الحب ورمز من رموز المشاعر الإنسانية الرائعة الفنان محمد محسن. شكرا. فاتني بس أدعوكم بمجرد ما يتفتح الستار لتحية كبيرة جدا للفرقة الموسيقية التي تصاحبه. شكرا لكم.